دكتور حامد، يعني البيان الختامي للقمة تحدث عن لحظة حرجة تمر بها القضية الفلسطينية، وأعتقد أن الإشارة لوجود حكومة يعني متطرفة أو يعني تقليدية بزيادة، يمينية جدا، كيف ترى مستقبل عملية السلام في وجود هذه الحكومة؟ ودي سادس مرة نتنياهو يشكل حكومة في إسرائيل، يعني ربما المواطنين اللي هم التقليديين اليهود بيشوفوا انه هي حكومات مفيدة، لكن دعاة السلام بيحبطوا في كل مرة يصل فيها الى هذا المنصب. يعني طبعا يا استاذ ايهاب، هذه المرة هي مرة مختلفة. وصول حكومة نتنياهو هذه المرة يأتي في ظل عناصر، اغلب عناصر هذه الحكومة تشكل اليمين المتشدد أو المتطرف في داخل إسرائيل، وبالتالي بالفعل تمر القضية الفلسطينية بمنعطف خطير جدا هذه المرة تحديدا، على اعتبار أن أغلب عناصر هذه الحكومة لا تؤمن بمبدأ حل الدولتين، تتخذ الكثير من الإجراءات أحادية الجانب التي تسعى من خلالها تقويض عملية السلام، وبالتالي القيادة السياسية المصرية ودائما وأبدا نظرتها الاستباقية للأمور والاستشرافية شعرت أنه لابد من زيادة الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية وللقضية الفلسطينية، على اعتبار أن الدولة المصرية هي تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية مصرية في الأساس، وهي القضية المركزية للمنطقة العربية. هذه القمة ليست القمة الأولى على سبيل نوعيتها، ما عشان كده كنت عايز أسأل حضرتك، يعني يمكن آخر المرات عقدت قمة في سبتمبر من العام الماضي، وإيه اللي بتسعى إليه بالضبط القيادة المصرية في رأيك من انعقاد هذه القمة وفي هذه المرة، وهي قبيل انعقاد القمة العربية بالسعودية أفتكر في وقت قريب خالص؟ بالفعل كما أشرت حضرتك، يعني القيادة السياسية المصرية يا أستاذ إيهاب ومنذ توليها الحكم في العام 2014 دأبت على وضع إيجاد حل سياسي سلمي شامل للقضية الفلسطينية. أتذكر كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2014، وكيف كانت أول كلمة لرئيس السيسي أمام هذه الجمعية هو ضرورة إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مهددة للسلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط، في ظل أننا نشاهد أن العالم الآن أصبح على صفيح ساخن لا يحتمل وجود صراعات في أماكن أخرى. الحرب الروسية الأوكرانية اللي ألقت بزلالها الكئيبة على مجمل الأوضاع العالمية، أيضا التوتر والصراع في شرق آسيا، وأيضا النزاع ما بين كوسوفا وصربيا في داخل الاتحاد الأوروبي، وهذه القضية الموجودة في قلب الشرق الأوسط. وبالتالي الدولة المصرية سعت بكل قوتها إلى إحداث نوع من أنواع الانفراجة السياسية. نجد أن البيان الختامي أشار إلى أنه لابد من إيجاد أفق سياسي جديد، الأفق السياسي الجديد القضية الفلسطينية، المفاوضات متوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ العام 2014 وليس هناك تفاوض. أيضا أشار من الذي يستطيع أن يوجد هذا الأفق السياسي الجديد؟ حضرتك أشرت التوترات قائمة بالفعل، لسه بقى داخل عندك اللي هيحصل ما بين تايوان والصين وما بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وأمريكا طرف في اللعبتين لاستفزاز القوى الأكبر في كل لعبة. أمريكا المفروض أنها هي من تقوم وتتحمل مسؤولية كبيرة حتى هذه اللحظة في عدم حل القضية الفلسطينية، باعتبارها هي الجالسة على كرسي زعامة العالم، هي من تستطيع حل هذه القضايا. ولكن يعني الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب كان هناك الكثير من الإجراءات التي اتخذت كان من شأنها وأد القضية الفلسطينية وموت القضية الفلسطينية إكلينيكيا، ولكن هذه المرة تسعى إدارة بايدن الإدارة الديمقراطية إلى إيجاد حلول والتمسك بمبدأ حل الدولتين، ولكن في ظني وتقديري أن كل المعطيات على واقع الأرض تدل على أن القضية الفلسطينية تمر بأصعب مراحلها.
وبالتالي الدولة المصرية تحرقت في هذا الاتجاه، تحرقت في إطار توحيد المواقف العربية. وأؤكد لك يا أستاذ إيهاب أننا في خلال أيام سنشهد تحرك نوعي جديد بين القوى العربية بشكل كبير للعمل على حلحلة المشهد المعقد والمركب في القضية الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية تعاني سواء أمنيا بوجود بن غفير على كرسي رئاسة الأمن القومي الإسرائيلي، وهذه الحقيبة التي أعطت له الكثير والكثير من الصلاحيات